السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، أحييكم في تغطية جديدة من أرضية ملعب مركز شباب منتدى المدائن في افتتاح بطولة الرواد الاستذكارية للمرحوم المهندس أحمد جمعة الشمري. طبعا البطولة من تنظيم الكابتن المميز عامر أبو طه، حيث يلتقي فريق رواد بني روما يواجه رواد جسر ديالة. البطولة بتغطية قناة السفاح الرياضية وصوت المعلق حيدر كاظم. ابقوا معنا ومشاهدة ملخص كامل عن هذا الافتتاح. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، على بركة الله تعالى نبدأ بأول لقاءاتنا مع رئيس لجنة المدائن الكابتن وسام عبد القادر الشمري، وكذلك أيضا الرياضي المميز رئيس لجنة الوردية الكابتن عباس عبد الخضر، أكيد في افتتاح بطولة الرواد الاستذكارية للمهندس المرحوم أحمد جمعة الشمري. طبعا أكيد ملعب منتدى شباب المدائن دائما ما عودنا الكابتن عامر على بطولات خاصة للرواد. كلمة من عندكم لجميع الفرق التي اشتركت بهذه البطولة وكذلك هذه الشخصيات الرياضية والجماهيرية الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه المنتجبين. حقيقة بداية أشكر قناة نهاد السفاح على حضوره وتغطية هذه البطولة، بطولة الشهيد المرحوم المهندس أحمد جمعة كبيب، الكابتن الشخص اللي كان مميز بأخلاقه وبطيبه وبكرمه. حقيقة حبينا نستذكر هذه الشخصية بوفاته، والحمد لله والشكر أنه الأخوة متعاونين جميعا الرياضيين بالمدائن وخاصة لجنة شباب المدائن بأعضائها بكل روادها اللي فعلا أثبتوا أنهم رياضيين حقيقيين بكل تفاصيل القضاء. نعم كابتن أبو نهرين، خلينا ناخذ رأيك يعني بالبطولات التي تقام سواء على الملاعب المصغرة أو الملاعب الرسمية والساحات المفتوحة. حقيقة موضوع نحن نحكي بأمانة، حقيقة نحن نعاني معاناة أنه موضوع الملاعب الخماسية أذت موضوع اللاعبين على مستوى الساحات الدعش. فاحنا كنا نتمنى يعني تكون فد آلية بالاتحادات او فد فكرة او دراسة يدرسون هذا الموضوع، بس الظاهر يعني الموضوع يعني ما بي اي نتيجة، فلهذا احنا نعاني لاعبين يعني اصبح واقع حال واقع حال، وحتى بها يعني امور كثيرة، الاصابات، ياقة اللاعب تكون غير جيدة، صار تعويد على هذا الموضوع انه يجي يلعب لفترة نص ساعة او ربع ساعة ويطلع من المباراة. فهذا موضوع يعني جدا مهم حقيقه تدينا به هوايه. كابتن الغالي صح لسانك، واحنا ان شاء الله نتمنى لك يعني الصحه والعافيه دائما. سلمك، اشكرك اني كابتن نهاد، اشكرك كابتن العزيز، اخذ راحتك. نعم كابتن الغالي، اكيد سمعت الكابتن وسام عبد القادر يعني نتكلم عن خصوصيه الملاعب وفرق بين الملاعب المصغره وكذلك ايضا الساحات المفتوحه. اريد من عندك ايضا كلمه لمنظم البطوله وهذه البطوله المقامه على ملعب منتدى شباب المدائن. كل الحب والتقدير لجناب الكريم ولقناتك الرائعه قناه نهاد الرديني المحترمه. طبعا الله يعزك كابتن الغالي، الله يسلمك. دائما الاعلام الرياضي الى واقع ايجابي جدا على في الحقيقه البطولات اللي على ملاعب المصغره والسباعيه احنا مو ضدها معها، لكن هي رياضة مختلفة يسموها رياضة كرة قدم مصغرة. كرة القدم اللي دعش أو كرة قدم اللي ملاعب المفتوحة الكبيرة بصراحة انخفض مستواها، انخفض لأن اللاعبين يعني إصابات الكاحل، إصابات الركبة، انخفاض المستوى اللياقي. للأسف الشديد كل فرقنا الرياضية اللي كانت ذات مستوى عالي وحتى منتخباتنا وأنديتنا بصراحة ما ملتزمين، يلعبون ملاعب مصغرة ومؤدية لإصابات وانخفاض المستوى. اما هذه البطولات بطولات استذكاريه مثل احمد جمعه كبيب لاعب الرحمه والخلود له شهداء العراق ولامواتكم جميعا، اموات العراقيين، الشعب العراقي الجميل اللطيف، الرحمه والمغفره ان شاء الله. لاعب فريق النصر انا زاملته تقريبا اكثر من 22 سنه، نلعب فريق واحد فريق النصر، رجل مهندس وضابط وشخصيه لامعه محترمه، اخوه محمد جمعه كبيب المدرب. اعتقد صار اسبوع على وفاته، تقريبا اكثر من اسبوع على وفاته، كان عنده الفيروس اللعين واثر على الرئتين للاسف الشديد، وتوفى الله الرحمه والمغفره ان شاء الله اليه. كان اثر صدمه على الاوساط الرياضيه بالمدائن والاوساط الاجتماعيه ايضا، يعني تعرف المجتمع كله قضاء المدائن بشكل عام يعرف هذه الشخصيه الجميله واللطيفه على مدار سنين، له تاثير كان ايجابي على الرياضه، والحمد لله والشكر ما عندنا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. والرياضة تجمع اليوم فرق الرواد
واستذكارا لهذا المرحوم الفقيد. وطبعا شكر تقدير شخصك الكريم اللي دائما ما نجدك بالملاعب قرية عشرة، ملاعب الوردية، ملاعب المدائن، تنقل الواقع الرياضي. هاي قناتك جميلة، قناة فراس سبورت أيضا، قناة اللطيفة اللي نتابعها ملايين ونتمنى الجميع يتابعها لتطوير الرياضة بالإضافة لتطوير الثقافة الرياضية. نطمح أن تتطور مفهوم التحكيم والتنظيم ونوصل إلى مرحلة التطور الحقيقي يعني، ونثمر يعني نقطف ثمار هذا الشيء من خلال ما نشوف من واقع رياضي جميل. حسانك إن شاء الله كلمتك توصل، وإن شاء الله أتمنى كل التوفيق إن شاء الله منظمين البطولة وأيضا حكام المباراة والفريقين. أتمنى الجميع إن شاء الله، وتحياتي لك والرحمة المغفرة للفقيد، تحياتي لك أخ عزيز، الله يحفظك. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، الآن ابقوا معي والغامة مع منظم البطولة الكابتن عامر أبو. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي منظم البطولة الكابتن عامر طه. طبعا أكيد افتتاح مميز، بطولة استذكارية للراحل المهندس أحمد جمعة الشمري. طبعا تكلم معي الكابتن رئيس لجنة المدان ورئيس لجنة الوردية قبلك، لكن نريد من عندك كلمة باختصار عن الفرق التي اشتركت في هذه البطولة. كابتن السلام عليكم ورحمة الله، نشكركم ونشكر الحضور المتميز اللي حضرتك وقناتك. قلت الكباتن رئاس اللجان تكلمت على الأمور اللي تخص المرحوم المهندس أحمد جمعة كباب. البطولة على روحه، نتمنى له الرحمة والمغفرة وجميع المسلمين. نظام البطولة نظام المجاميع، أربع مجموعات، 16 فريق، من عندنا فرق خارجية شاركت من ديالة، من الزعفرانية، من الوحدة. نظامها نظام المجاميع، المرحلة دور الثمانية والتأهل دور الأربعة والنهائي. وشاركت أغلب الفرق يعني من المدائن، قضاء المدائن، ومشاركات خارجية. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نعم كابتن، قد يكون السؤال يطرح نفسه، المعروف عن الكابتن عامر أبطاها دائما يقيم بطولات للرواد. نعم هي بطولات مميزة، بطولات جماهيرية، مع احترامي وأجل احترامي يعني كافة لاعبينا في قضاء المدائن على رأسي، لكن نريد نتعرف أزيد، شنو الأسباب تقيم بطولات الرواد؟ والله هي إن شاء الله هي موقف أسباب. أنت سؤالك محرج كابتن، بس راح أجاوبك عليه. والله كابتن إحنا يعني على كلامك يعني أتفضلت بأنه تقديرنا واحترامنا للأدوار الشبابية والبطولات الشعبية، بس الرواد يعني يعيدونا للماضي كابتن، يعني افتقدنا الماضي. يعني مو تعتبرهم يعني نقدر نقول عليهم فئة مظلومة؟ الرواد والله هي مو بس مظلومة وإنما معدومة. بس يعني يستاهلون والله، وقلت لك جاي نعيد الماضي. عندنا حركة من انقطاع بين الجيل القديم، لذلك جاي نسوي الأواصر أنه ترجع والمحبين إن شاء الله. كابتن احنا باسم قناة التفاح الرياضية نطالبك بإقامة بطولة كبيرة على مستوى قضاء المدائن للخط الأول. والله بصدد جاي نعمل على هالشيء، بس يعني احنا بالعامية راح أقول لك إياها، قضاء المدائن يعني ضراب الثريد يعني ما يعني لا ان شاء الله. واكو عندنا دعاوي فرق خارجيه 11 للرواد راح باذن الله. واذا عندك كلمه ختام. اني اشكرك لحضرتك واشكر الحضور كليتهم، واسال الله انه يحفظ الجميع. ممنون كابتن. نعم احبه المشاهدين والمتابعين، الان ابقوا معي ومشاهده ملخص كامل عن هذا. بس قادر على الكارثة، حدنا بالنهاري.
جملة لا أنسى لجماهيرنا الرياضية. الجميلة نبدأ بالفريق الحاضر فريق رواد البني روما حراسة المرمى أحمد جواد علي جواد علي في هذه المباراة الحاضر نهاد السفاح الجميل دق الجرس في قناته في اليوتيوب واشتركوا في قناة الإبداع قناة نهاد الرديري أبو عباس الحاضر في هذا اللقاء الجميل وفي هذا الافتتاح الجميل لبطولة المرحوم أحمد جمعة كبيب الشمري الذي حمل إشارة القيادة لنادي المدائن مرة أخرى. الآن الكرة تلعب لمصلحة الفريق الحاضر عادت لرواد البني روما يحاولون في هذا اللقاء عن طريق اللعب الجميل في هذه الدقائق هي تحاول الكرة مرة أخرى لكن لمصلحة الفريق الحاضر لكن هي إلى أوت الفريق الحاضر فريق رواد البني روما عادت الآن الكرة مرة أخرى ومنظم هذه البطولة الجميل عامر أبو طه والجميل مهند فالح فيها لعب لفريق السلام الرياضي والله يسدد كرة لكن هي إلى أوت الملعب خرجت أخرى الآن الكرة إلى خارج الملعب أوت خرجت إلى خارج أرضية الملعب أوت الكرة في هذا اللقاء في هذه لعلي جواد الشبابي مرة أخرى ماهر خلف إلى علي جواد تلعب الكرة الله في هذه الدقائق لكن إلى خارج أرضية الملعب فريق السلام الرياض عائد فريق السلام بقوة إلى البطولات هذا الفريق المميز يا سرند البندري الجميع الله 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 يا بسام أحمد مهرو إن ذكرت السلام فذكرت الإبداع عن طريق بسام أحمد مارود رأسية عانقت الكرة وأتت بالحلول في هذا اللقاء الهدف الثاني عن طريق بسام الله 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 لرواد البني روما نعم لماذا يدونون الهدف الثاني ضد رواد جسر الجارة نعم رواد البني روما في هذه الدقائق يصطادون الهدف الثاني عن طريق اللاعب لقاء ممتع على مستوى كرة القدم
تسدد الكرة أمير، لكن إلى هذه المباراة بين الفريقين صراحة قصيرة. ثم نعود إليكم، 3 أهداف لمصلحة رواد البنانوة، 0 لجسر ديالى. محبينا وعاشقينا في كل مكان، بداية الشوط الثاني في هذا اللقاء بين الفريقين الجميلين، 3 أهداف دونها الجميل الحاضر بسام أحمد بارود قمر. نعم يدون الهدف الرابع في هذا اللقاء. نعم سعد مشارة خرج في هذا اللقاء ودخل سلام عادل. الآن الكرة لمصلحة الفريق أبو ريتاج في هذه الدقائق، هي الكرة تحاول، لكن طارق عصام لعب الكرة، عادت الآن عن طريق الآن الكرة عادت هي لمصلحة الفريق الحاضر لرواد البانيروما أو للجسر ديالى عفوا. أبو ريتاج في هذه الدقائق مرة أخرى، الكرة أبو ريتاج حاول الآن من جهة اليمين، هي هدف، هل تأتي بالحلول يا مرتضى؟ ضاعت عليك سلام عادل، الله على الكرة، علي فالح، هي يلا يا جسر ديالى في هذا اللقاء مرة أخرى، لكن الإبعاد في الكرة الأخيرة، عبير عادل مميز في هذا اللقاء، بس مرة تلعب الكرة لكن هي تعاد إلى فاول. والله في هذا اللقاء في هذه الدقائق الأخرى الآن تلعب سرعة، لكن سلام عادل في اللقاء، بسام مرة أخرى الآن الكرة لمصلحة فريق رواد جسر ديالى. كمال في هذا صبار خميس مرة أخرى لا للكرة، هي عمير عادل، الله 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 على الكرة، 3 من أمام 1. الآن في هذا اللقاء عن طريق عبير عادل، عبير سد الكرة، الله الله، 4 يا عزيزي، شاهدها بالإعادة، شاهدها بالإعادة في هذه الدقائق الجميلة، عبير عادل في هذا اللقاء يدون الهدف الرابع، شاهدها بالإعادة يا عزيز، كيف سدد ودون الهدف الرابع في هذا اللقاء. نعم يا رهاد الردين، عيد لي اياها بالبطيء، عيد لي اياها بالبطيء، كيف سجل ودون الجميل عبير عادل الهدف الرابع في هذا اللقاء، 4 أهداف لمصلحة رواد البانيروما في هذا اللقاء. نعم في هذه المباراة مستحقة، 4 نظيفة في هذا اللقاء لمصلحة فريق رواد البانيروما. نجوم حاضرين على مستوى كرة القدم، هيا لكن في هذا اللقاء عادت الآن لتعود لبسام مرة أخرى، الله قتلهم بسام، 5 يا عزيزي، 5 في هذا اللقاء، 5 أهداف سوبر هاتريك في هذا اللقاء للاعب الجميل بسام أحمد بارو. هذا أيام جميلة، أيام كبيرة. نعم يا بس خمسة في هذا السيس اللي هذا النادي العريق على مستوى كرة القدم الجميلة. نعم أيضا أشقاهم الجميل، نعم علي جمعة لاعب فريق النصر لأيام أمجاد وخوالي لهذا الفريق الكبير، أحد الفرق المباراة. نعم وأيضا شقيقهم محمد جمعة جميل، مدرب أيضا درب لنادي المدان ودرب لفريق. في هذه الكرة تحاول مرة أخرى، يحاولون في هذه الدقائق رواد جسر ديالى إلى خارج أرضية الملعب، أوت الكرة في هذا اللقاء. مباراة ابتسمت لفريق رواد البانيروما، 5 أهداف لمصلحة فريق عود، هي ماهر خلاف يحاول أن يدون الكرة، الله الله على الكرة، سدد هي لكن ترتطم في هذا اللقاء، لكن إلى ردين اللي حاضرة في هذا اللقاء الذي غطت هذه المباراة الجميلة، في هذه المباراة الكبيرة مرة أخرى تحاول الكرة السدد لكن إلى
ماذا؟ الكرة عادت مرة أخرى قدير. نعم مرة أخرى الآن الكرة تعاد لرواد جسر ديالة في هذا اللقاء دقيقتين على انتهاء المباراة في هذه الدقائق إلى خارج أرضية محمد حامد وحسن عباس أبو إيلي في نهاية هذا اللقاء. نذكر جمهورنا الرياضي مباراة السبت المحبة الدرعية والأحد ضد فريق